السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ داري. نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بطاطا في الفران على شكل معقودة، كتجي بنينة صحية وبسرعة كتوجد، خصوصا الا كنتي صافي عييتي من التعمار والعجينة. وهذه هذه الوصفة هذه سهلة وبسيطة، نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. اللي جربتها تخلي لي في التعليقات كيفاش جاتها. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش تصلوا بجديد الوصفات. ايضا ما تنساوش دعموني بلايكات ديالكم. بقوا معايا تشوفوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. فعلى بركة الله غادي نحتاج بالنسبة للمكونات. هنايا عندي بصلة مشلضة، حبه ديال الفليفله خضراء مشلضه، وحبه ديال الفليفله حمراء مقطعه مربعات يكونوا صغارين. غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الثومه اليابسه. كنخلطهم مزيان وكنخليهم يتشحروا. حاولوا انكم ديروا نار تكون متوسطه باش البصله والفليفله ما يطلقوا لكمش الماء ديالهم وبسرعه كيتشحروا، وبلا ما تحتاجوا انكم تغطيوهم. هنايا غادي نخلي البصله مع الفليفله والخضره ديالي هكا كتشحر، وندوزو باش نحضروا بطاطا. بالنسبه للبطاطا فراني حكيت واحد 3 حتى 4 ديال الحبات يكونوا متوسطين ديال البطاطا. انا هنا حكيت 3 ديال الحبات كبارين شويه. الا قدرتي بطاطا متوسطه ديروا 4 ديال الحبات، وكيبقى ايضا على حسب افراد العائله ديالكم. هنايا حكيتها في الحكاكه الغليظه، ستيتها من الماء، درتها في واحد الشبكه خليتها تتستات مزيان. غادي نضيف عليها البيض، والبيض كيبقى على حسب الكميه ديال البطاطا اللي دايرين. انا هنا درت 3 ديال البيضات. غادي نضيف ايضا داك البصله والفليفله اللي ردينا تشحروا. غادي نضيف شويه ديال الملحه. انا هنايا كندير كميه كثيره ديال الملحه حيت الملحه اللي عندي ما كتملحش. غادي نضيف شويه ديال الابزار وشويه ديال الكمون. الكمون يكون اكثر من الابزار. صافي، وكنخلط مزيان حتى كيرجع لي خليط متجانس. من الافضل انكم تخلطوا بيديكم باش هكا البطاطا كتمتزج مزيان مع الخضره اللي درنا، ايضا كتمتزج مع البيض. غادي نضيف معلقه ديال المايزينا اولا ديال النشا، اللي ما كتوفرش عنده النشا يضيف معلقه ديال الدقيق. غادي نضيف واحد رشه صغيره ديال الثومه اليابسه، اللي ما كتوفرش عنده الثومه اليابسه يحك واحد الفص ديال الثومه فاش تكون الخضره كتشحر. صافي، هنايا كما قلت لكم من الافضل انكم تخلطوا بيديكم. غادي نخلط مزيان، وغادي نضيف واحد شويه ديال الفرماج الاحمر محكوك. اللي ما كيتوفرش عندهم فرماج محكوك فيديروا واحد 3 ديال القطع ديال الجبن المثلث اولا المربع، يقطعوهم مربعات يكونوا صغارين. فهاد الاثناء راني رديت الفران كيسخن من الفوق ومن التحت على 180 درجه. وبالنسبه للناس اللي عندهم الفرفاره شعلوا الفرفاره باش تدخلوا هكا جوج طباسل في خطره واحده. هنايا درت الكاغيط اولا بابي كويستون، اللي ما كيتوفرش عنده يدهن الطبسيل بشويه ديال الزيت. صافي، كنشكل هكا معقودات ديالي الحجم اللي بغيتي، وانا هنايا درت الحجم تكون متوسط. صافي، وكنشكلهم حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله. طريقه سهله مبسطه ما كتاخذش نهائيا الوقت، وجديهم في اخر لحظه، واهم حاجه انهم كيجيو بنانين ولذادين. انا هنا غادي نعمر الطباسل ديالي بجوج. هذه الكميه اللي درت لكم خرجت لي جوج ديال الطباسل، فشعلت عليهم على 180 درجه ودرت الفرفاره باش يطيبوا لي هكا في خطره واحده. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الغاز فكتشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت في نفس الوقت، وكتخليهم يطيبوا على خاطرهم على نار تكون متوسطه ما تكونش قليله. انا هنا غادي نخليكم مع الفيديو.
هنايا من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله كما لاحظتوا معايا غادي ندخلهم يطيبون عاود نتلاقاو باش نشوف الشكل ديالهم النهائي. فهنايا من بعد ما طابو كما لاحظتوا كيفاش كيجيو اللون ديالهم كيجي مذهب هكا ترافقوهم بصوص الجيريان او لا كيتشوب او لا مايونيز على حسب الرغبه ديالكم. ممكن ايضا انكم ديروا بهم ساندويتشات كيجيو بنانين. نتمنى فعلا انكم تجربوهم حيت كيستحقوا التجربه. اللي جربتهم تخلي لي في التعليقات كيف جاوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش تطلب جديد الوصفات. ايضا ما تنساوش دعموني بلايكات ديالكم. خليتكم على خير والى وصفه اخرى ان شاء الله.